السلام عليكم. يعتقدون بأنهم باستهداف مضخات النفط في المملكة العربية السعودية كما حدث هذا اليوم في مضختين النفط في شرق الرياض بأنهم سيضعفون من المملكة وبأنهم يستطيعون أن ينالون من المملكة، لا يعرفون بأنهم كلما زاد بأسهم زادت المملكة في الوقوف ضدهم، وبأن المملكة العربية السعودية قوية بالله ثم بقيادتها ثم برجالها ورجال أمنها تحديدا المخلصين الذين لن يقبلون بالاعتداء على شبر من أراضيها. لن يقبل أحد في المملكة العربية السعودية مشاهدينا الكرام المساس بأراضي المملكة سواء مضخات النفط أو غيرها، الكل هنا لحمة واحدة ويدا واحدة ضد أي محاولة للنيل من هذه البلاد، بلاد التوحيد التي أظهر لكم في هذه اللحظات من مهوى الأفئدة من بيت الله الحرام الذي يتوسط عاصمتها المقدسة مكة المكرمة. 9 رمضان مشاهدينا الكرام، هذا هو اليوم الذي أظهر لكم فيه في 9 حلقات هذا البرنامج وسط أجواء إيمانية ورائعة. كدرت علينا تلك الأخبار، لكن ما يجعلنا بتفاؤل كبير هو الأخبار والأنباء التي تؤكد بأنه يتم الصد والرد لأي اعتداء على المملكة والرد مباشرة وفورا. ولا ننسى الدور العالمي في ردود الفعل الواسعة التي وقفت مع المملكة وأيدتها أيدها الله بنصره. درجة الحرارة مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات كما تشاهدون عبر الشاشة 35 درجة مئوية، هي ما نشهده في هذه اللحظات في الحرم المكي الشريف. بنروح نشوف هذه اللقطات مع مخرج هذا اللقاء ولنا عودة. بإمكانكم المشاركة، دعواتكم للمملكة، تنديدكم لاستهداف مضخات البترول، كل هذا وأكثر تستطيعونه من خلال هاشتاج برنامج من الحرم 8، من الحرم 8، من الحرم 9 عفوا، وسيتم بث ذلك عبر شاشة قناة الإخبارية وعبر هذا البرنامج من الحرم. ما شاء الله تبارك الله، بالأمس احتل هاشتاج برنامج من الحرم المرتبة الثانية على مستوى المملكة العربية السعودية، وهو شيء أسعدنا بدون شك بأن هناك متابعة كبيرة وكبيرة لهذا البرنامج الذي نستهدف فيه بالأول والأخير أنتم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. مساعد قائد مهمة أمن العمرة مشاهدينا الكرام للأمن الدبلوماسي العميد معمر المعمر هو ضيفي في هذه اللحظات، الله يحييك سعادة العميد. أهلا ومرحبا بك أخ ناصر، وأهلا ومرحبا بالأخوة المشاهدين، حياكم الله. إيش دوركم أنتم الأمن الدبلوماسي؟ لكم دور أكيد في الساحات الشمالية وما إلى جوارها، أعطني دوركم وأعطني ماذا قدمتم خلال 9 أيام. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قوات الخاصة الأمن الدبلوماسي هي تحت منظومة الأمن العام ومن القوات المشاركة في أمن العمرة. نعم. وتختص عملها في توسع السعودية الثالثة، ويرتكز عملنا على 3 محاور اللي هو المحور الأمني والمحور التنظيمي والمحور الإنساني. فيما يتعلق بالمحور الأمني هو المحافظة على الأمن والنظام داخل التوسعة الشمالية اللي مسمى التوسعة السعودية، حفظ الأمن وأداء المعتمرين والمصلين لجميع نسكهم بكل راحة وطمأنينة إن شاء الله. وفيما يتعلق بالمحور الثاني اللي هو المحور التنظيمي، يختص في تنظيم الحشود. من وانت تعلم وجميع المشاهدين يعلمون ان موقع التوسعة السعودية يعني تقع في الجهة الشمالية من الحرم المكي الشريف. انتم قريبين من باب الملك عبد الله. صحيح. التوسعة الجديدة بالكامل هذه تحت اشرافكم. نعم صحيح تحت اشرافكم. طيب هل ترى ان الناس يعني عندما تكون على الاقل الابواب مضاءة باللون الاحمر بانه لا يمكن الدخول للمسجد الحرام، هل الناس يتجهون لكم ولا يعتقدون بان هذا مكان بعيد ويفضلون الدخول للاماكن؟ لا صحيح ان الناس تتجه، لكن الحمد لله في وضع خطة تنظيم الحشود نستطيع ان نستوعب اكثر من 300,000 مصلي باذن الله. ودائما ما تجينا الحشود من الجهات الشرقيه عن طريق باب علي او من الجهه الشماليه عن طريق جرول وباب الكعبه ومن الساحات الغربيه اللي احنا فيها الان من ابراهيم الخليل والمسيال.
جميع الخطط وضعت حتى نستوعب المصلين وكثافتهم وتوزيعهم على الأدوار وعلى المصليات كاملة بإذن الله. يعني أنا الآن معتمر جاي مثلا من الجنوب أو جاي من خارج السعودية، إيش ممكن تقول لي على شيء يحفزني إني أجيكم في هذا المكان؟ إيش الأشياء المتوفرة؟ إيش الأشياء اللي يعني تخليني أجي؟ الحمد لله حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وضعت هذا الصرح العظيم، وهو في جميع الخدمات متكاملة من ناحية المصليات والتكييف والبنية الإنشائية الجميلة جدا، وهو يستوعب 300,000 مصلي. 300,000 ولا رقم مبسوط. صحيح، رقم كبير. طيب في سؤال أخير قبل ما يعني أودعك في هذه اللحظات، الآن أنا أعتقد أن مكة المكرمة والعاصمة المقدسة هي حرم. صحيح. الآن كل الناس القادمين إلى مكة يأتون من أجل العمرة. صحيح. إيش النصيحة اللي تقدمها للناس اللي ساكنين في مكة أو حتى القريبين منها لإتاحة فرصة للناس وللأمن للعمل على الخطط؟ صحيح. أول شيء أنا أحب أن أشكر سكان مدينة مكة المكرمة على إيثارهم وعدم مزاحمة المعتمرين والمصلين في هذا الشهر الفضيل، وأعطاهم الفرصة الكاملة لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وهذا الشيء يشكرون عليه أهالي مكة. والكل يعلم مدينة مكة المكرمة هي تخضع تحت حدود العاصمة الحرم. المقدسة. نعم، العاصمة. نعم. المقدسة. نعم. وتحت وفي منطقة الحرم، وجميع المصليات سواء في المساجد والجوامع جميعها تعتبر حرم. صحيح. لكن نحتاج إلى تفاهم أكثر لإعطاء الفرصة لفتح المجال. هذا وأنا صحيح. أعتقد بأن أهل مكة والله يسطرون دائما أروع يعني معاني الوفاء في الوقوف مع رجال الأمن، ونشاهدهم حتى والله عند الإشارات وعند الطرق توزيعهم للإفطار للصائمين. هذا صحيح. تواجدهم فلهم منا ومنك الشكر والتقدير. يعني سعادة العميد معمر المعمر، أنت مساعد قائد قوات العمرة للأمن الدبلوماسي والمسؤول عن الساحات الشمالية مقر التوسعة السعودية الجديدة بوابة الملك عبد الله وما جاورها، شكرا جزيلا لك ولزملائك، وتحية تقدير وإجلال لك ولكل عامل في هذا الميدان في هذا الشهر الفضيل وكل الأشهر. شكرا لك والأخوان المشاهدين. الله يسلمك. مشاهدينا بدنا نروح نشوف إذا القيادة والسيطرة جاهزين، بنشوف فقرة الطريق إلى الحرم، بنتابعها هذه الفقرة، دائما أقول عنها مشاهدينا بأنها فقرة يعني مهمة جدا للقادمين لمعرفة وين الطرق المزدحمة وين الطرق اللي ممكن نأتي منها. تابعوها ولنا عودة، لا تروحون بعيد. شكرا ناصر، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم متابعينا الكرام أينما كنتم، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعاتكم، وأهلا بكم في فقرة الطريق إلى الحرم في هذا اليوم، اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك. في كل يوم ينقضي من أيام شهر رمضان المبارك ويأتي يوم آخر تزداد معه الكثافة العددية في العاصمة المقدسة، وتزداد معه الأجواء الروحانية والأجواء الإيمانية داخل العاصمة المقدسة، ويزداد معه كذلك الحس الأمني لدى رجال الأمن داخل العاصمة المقدسة. طبعا أتواجد كالعادة هنا في مركز القيادة والسيطرة، ويسعدني أن ينضم معي في هذه اللحظات للحديث عن الحالة المرورية سعادة العقيد سعيد بن منصور الدبيس، رئيس وردية بمركز القيادة والسيطرة. سعادة العقيد، في البداية ليت تحدثنا عن الحالة المرورية لهذا اليوم، اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نود أن نفيدكم بأن الحركة المرورية على كافة المحاور والمداخل إلى العاصمة المقدسة تحظى ولله الحمد بمتابعة مستمرة من قبل رجال الأمن، وكما تشاهدون الآن على مداخل مدينة مكة المكرمة تشهد الحركة المرورية ولله الحمد بشكل متوسط، ويبدأ حركة المعتمرين إلى الانتقال إلى نقاط الفرز الخارجية، ومن ثم يتم استقلالهم لحافلات النقل العام، ومن ثم الحركة إلى بكل يسر وسهولة بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الحرم، ومن بعد ذلك يصلون بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المنطقة المركزية والدخول إلى الحرم وساحاته الشريفة. الحركة المرورية الآن في المنطقة المركزية تشهد حركة مرورية متوسطة وأقل من متوسطة، وكما نعلم بأن الحركة المرورية في هذا الوقت
تزداد مع موعد اقتراب الفطور، ويبدأ رجال الأمن بتحويل الحركة في جميع المحاور إلى المحاور الخارجية بعيدا عن المنطقة المركزية لإعطاء مساحة أكبر للمعتمرين والمصلين والزائرين للدخول إلى الحرم الشريف. طبعا الحركة المرورية على كافة المحاور في المنطقة المركزية وساحات الحرم كما تشاهدون الآن بأن الحركة حركة المشاه داخل ساحات الحرم ولله الحمد متوسطة وأقل من متوسطة، ولا يوجد أي معوقات داخل ساحات الحرم للمعتمرين أو للمصلين، ويتم بعد ذلك تحويل الحركة المشاه إلى الأدوار المصلين بالنسبة للمصلين والزائرين إلى الأدوار العلوية مع موعد اقتراب الفطور والسماح للمعتمرين بالدخول إلى المطاف ولله الحمد. يعطيك العافية العقيد سعيد بن منصور آل دبيس، رئيس وردية بمركز القيادة والسيطرة. هذا كل ما لدينا فيما يخص الحالة المرورية لهذا اليوم، اليوم 9 لشهر رمضان المبارك، من مركز القيادة والسيطرة. شكرا لكم. حياكم الله مشاهدي الكرام، شكرا للعقيد سعد القحطاني وزميل أسامة العبيدي من هناك مركز القيادة والسيطرة. نعود إلى الحرم المكي. لرجال في الحرم المكي جهود كبيرة على كثير من القطاعات، نتحدث عن يعني ما شاء الله إدارات كبيرة جدا. الأستاذ نايف الجحدلي هو مدير إدارة التطهير وسجاد الحرم المكي مشاهدي الكرام معي في هذه الأثناء لنتحدث أنا وياه ونتكلم عن كيف يتم تطهير المسجد الحرام، كيف يتم نظافة السجاد. حياكم الله يا أستاذ نايف. الله يحييكم ويحيي المشاهدين. يعطيكم العافية. أولا كم يغسل عملية التطهير في الحرم كم مرة في اليوم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى صحبه عليه الصلاة والسلام يا رب. تعنى إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بنظافة وغسيل المسجد الحرام 4 مرات يوميا ولله الحمد بأحدث المواد والمعدات، وبكادر بشري يقدر ب 200 موظف واكثر من 4000 عامل وعامله. ما شاء الله. وكذلك تعطير المسجد الحرام وساحاته وسجاده بماء الورد. اي. باكثر من 1500 لتر يوميا. 1500 لتر ماء ورد يوميا لغسيل الحرم. لتعطير المسجد الحرام وساحاته وسجاده. هذا طال عمرك 4 مرات يوميا. 4 مرات يوميا. كيف يعني تحلون موضوع الزحمه اليوميه؟ يعني اليوم ما شاء الله الحرم قبل شوي شفنا الصورة العلوية على المطاف إيه؟ على ما قالوا مليان. كيف تتلافون هذا الموضوع وتنظفون إذا كن أنتم تتلزمون بالأربع أيام يوميا؟ إيه نعم، هناك فرق متخصصة موزعة على عامة الحرم للحالات الطارئة، وهناك فرق لمتابعة نظافة السجاد والمشربيات والعناية بالسلامة الكهربائية. كذلك هناك فرقة لترحيل النفايات، حيث وصل عدد النفايات المرحلة إلى يوم أمس 1500 طن. 1500 طن. هذه نفايات أكرم الله المشاهد وأكرمك ومن يستمع لنا يوميا تزاح من الحرم. يوميا تزاح. كيف يتم إزاحتها؟ إزاحتها من جميع المواقع. إيه. في أماكن محددة لها،
ويتم ترحيلها خارج بالتعاون مع الأمانة؟ بالتعاون مع مجموعة بن لادن. اه والأمانة؟ وأمانة العاصمة. جيد. طيب كم عدد السجاد في الحرم؟ عدد سجاد الحرم الآن وصل إلى 21,000 سجاد جديد. 21,000 سجادة جديد؟ نعم. موزع على عامة مسجد الحرم وساحاته. هذه نعم. الآن مستخدمة يوميا؟ الآن مستخدمة يوميا. متى يتم تنظيفها؟ تنظيفها يوميا على مدار الساعة. هناك فرق متخصصة لمتابعة نظافة السجاد على مدار الساعة. والله شيء عظيم، شيء جميل. التنظيف الحرم 4 مرات، كم العدد اللي يعني يشاركون في التنظيف؟ أكثر من 4,000 عامل. 4,000 عامل وعاملة يساهمون فيها. قرابة 200 موظف. 200 موظف. عدد السجاد 21,000 سجادة. يستخدم 1500 طن من ماء الورد يوميا. يعني أرقام والله. كم طن الله يكرمك من النفايات اللي يتم إزاحتها؟ إلى يوم أمس وصل إلى 1500 طن من يوم بداية رمضان؟ بمعدل 162 إلى 190 يوميا. إذن 1500 من بداية رمضان، يعني معدل كل 9 أيام 1500-1600 كل 10 أيام. نعم. أستاذ نايف الجحدري، أنت مدير إدارة التطهير وسجاد الحرم المكي الشريف، كنت معي والله يسعدك مثل ما أسعدتني بهذه الأرقام، لأنها تؤكد بأن العمل كبير وكبير جدا، وخاصة أنكم تقومون على عملية التطهير والتطيب والأشياء القيمة. فشكرا لك ولكل زملائك. وعندك نص دقيقة إذا حاب تقول أي شيء تفضل، الجمهور أمامك. الله يسلمك، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام بنروح نشوف تغريداتكم ولنا عودة، لا تروحون بعيد. حياكم الله من جديد، خلونا نشوف الاخوان الكرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من وين؟ كردستان العراق. اهلا وسهلا بكردستان. مين حاب تسلم عليه في العراق؟ نعم والله نسلم على الاخوان والاولاد والاخت والاهل والاقرباء واشكرك حبيبي. اول مره تعتمر ولا ثاني مره ولا ثالث؟ هذا الثاني مره. ثاني مره، ممتاز. اول اطلاله كذا للكعبه المشرفه، اول ما شفتها كيف المشاعر؟ والله اول مره من تشوف الكعبه ما اقدر، ما حد يقدر لاسن تبكي. اي والله لاسن تبكي اول مره من تشوف الكعبه، اول مره ما تقدر تتحمل تبكي. والله ما شاء الله رهيب منظر، يعني رهيب، يعني هذا كل العالم الاتجاه القبله اللي هنا، وانت هاي اول مره تشوفها، ما شاء الله يطلع رهيب. بس البكاء الفرح الجميل اللي فيه المقرون بالدعاء اللي الله ما يعني يتقبل منه ومنك يا ربي طيب العمل والعباده. مين تذكرت أول ما شفت الكعبة بالدعاء؟ والله أول واحد مين؟ أول واحد إلي، الله يغفر لي. أي والله. والثاني إلي أبويا، والثالث لأمي، والثاني لأمي، والثالث لأختي شنو، والثالث للشيخ حسن مال، والله هذا خالي.
طيب الله يقبل منه ومنك. هذه هدية مقدمة من الرئاسة العامة لريال المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبارة عن عود. هذا عود خاص وشيء يعني فعلا مرتب، وهذا الدهن الخاص، واتمنى قبول الهديه منه. هذه عشان تتذكرنا فيها لما ترجع كردستان، وتحياتنا لك ولاهلنا هناك ان شاء الله. ونشكركم ونشكر الحكومه السعوديه على هذا النظافه والتنظيف والاستقبالنا، ما شاء الله عليكم، الله يوفقكم، الله يبارك فيكم. يوفق خير. السلام عليكم. انا من المغرب كنسلم على اولادي ونسلم على الشعب ديالنا كامل، وكنسلم على محمد السادس، كنسلم على ولده وعلى عائلته وعلى كل شيء، وكنسلم على خوتي. خوتك وين؟ خوتي المغرب. كاين عارف في المغرب، المغرب وين؟ كاين في وجدور، وكاينين في قادير، وكاينين في الشياضمة، وكاينين في سيدي بو ابراهيم، وكاينين في ابو قنادل، ولادي كاينين في ابو قنادل. يلا تقبل الله منا ومنك. وذاك اسمه، وكنسلم على بنتي، بنتي مريضه في كومة في مجتفى عبد العزيز. مستشفى؟ ليش فيها؟ مريضة، عندها القوات، ومريضة عينا على المركب، ما عنديش حتى المركب. يلا سلامتها، ما تشوف شر ان شاء الله. سلامتها سلامتها. سلام يا رب. خذي هذا الزمزم عشان تفطري عليه. تفضلي. اهلا وسهلا، السلام عليكم. هلا والله. هلا. عندك. السلام عليكم. هلا والله. تفضل، من وين ومن حاب تسلم عليه؟ انا من حفر الباطن يا ابو. اهلا وسهلا. محمد بن سلمان، وعلى قرايبي وعلى كل اخواننا المسلمين، وكل اخواننا المسلمين اسلم عليهم. اي والله. كل عام وانت بخير. اهلا والله، الله يسلمك. تفضل. كل سنه وانتم طيبين. محمد عوض من مصر. كل سنه وانتم طيبين وجميع الشعوب العربيه بخير ان شاء الله. ان شاء الله بخير. اهلا وسهلا. هلا حياك الله. كل عام وانتم طيبين ان شاء الله. نشكر صالح محمد عبد الصمد المشعري من الجمهوريه اليمنيه، مقيم في جده. نشكر الملكة فهد، ونشكر الملكة سلمان بن عبد العزيز. الله يغفر للملك فهد، الله يرحمه برحمة واسعة. وولي عهده على السمو، على الجهود الطيبة اللي بذلها في المسجد الحرام. من حاب تسلم عليه في اليمن، وين بالضبط في اليمن؟ من البيضاء. البيضاء. طيب، تحياتنا لكل أخواننا في البيضاء، وتحياتنا، وبنقدم لك بس هدية سريعة. هذه هدية مقدمة من المسجد الحرام، عبارة عن عود ودهن عود. وبرضو السيدة، بس قبل ما أختم، السيدة هذه نسيت ما أعطيها العود، لأنها حاضر 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 حاضر. هذا أساسا العود ما جبناه إلا عشانك. تفضلي. أهلا وسهلا. طيب مشاهدينا الكرام، إذن مشاهدينا الكرام، انتهت فصول هذه الحلقة بهذه اللقاءات. وكما تحدثنا بأن والله أيام تمشي بسرعة في هذا البرنامج، لكن هذه هي يعني الأقدار، وهذا هو الوضع العام. مشاهدينا الكرام، دائما وأبدا لا تنسوا جنودنا في الداخل من الدعاء. المتربصين ببلادنا كثر، ولكن اللهم من أراد بهذه البلاد شرا رد كيده في نحره، كما لا ننسى جنودنا على الحدود، اللهم سدد رميهم. مشاهدينا الكرام، غدا إن شاء الله حلقة جديدة في اليوم العاشر من هذا الشهر الفضيل، إذا جعلني الله وإياكم من الأحياء. أنا ناصر حبتر، أودعكم في أمان الله.